اهلا المشاهدين في الفيديو اللي راح اوضح فيه رايي وتقييمي بمسلسلات الموسم الجديد اللي انعرضت ومين افضلهم اول شيء رح ابدأ مع مسلسل الكاذب ومن اللحظات الاولى الغموض في القصه بتشد الانتباه بمواقع تصوير روعه ومختلفه عن المناظر المعتاده اللي منشوفها باغلب المسلسلات التركيه اللي بتبرز معالم بعض المدن وهذا الشيء عادي لكن من الافضل انه يكون في تنويع وتغيير عن الصوره المعتاده وهذا بيعكس المنظور المميز جدا لمخرجة مسلسل الكاذب اللي فعلا قدمت صورة نقية وجميلة جدا للمشاهدين، وطبعا لما يكون في هيك قصة عميقة بتحتاج ممثلين بيعرفوا معنى كلمة التمثيل، واقناع المشاهد باللحظة اللي بيعيشوها الشخصيات، وهذا تماما اللي شفته من المبدعة بورتشين ترزي اولو والممثل صالح بدمجي، وكمان مجمل الطاقم ممتازين بأدائهم، وطبعا في كتير تفاصيل واضح انهم تعبوا عليها بالمسلسل وعلى سبيل المثال المونتاج اللي كان مميز ومو اي مونتاج عادي زي الانتقال بين المشاهد بشكل عام اول حلقتين من المسلسل ممتازين بالنسبه لي مسلسل واحد منا هلا اكون صريح اضحكت على بعض احداث الحلقه الاولى لكن بالنهايه عارف بالضبط ايش راح يعمل الكاتب ارسوي جولار راح يضل يعيد ويزيد بنفس الاحداث من مسلسلاته القديمه مع التغيير ببعض الاحداث واساسا كان واضح من الحلقه الاولى انه الكاتب عم بيحاول انه يعيشنا من جديد باجواء مسلسل العشق مجددا من خلال بعض الاحداث والافكار لكن برايي خلاص يعني ما في داعي تكرهنا بمسلسل كان مميز لإلك وهو العشق مجددا بأنك تكرر أحداثه ومن الأساس حتى فكرة المسلسل مكررة كتير وهي الحب بين مسلمة ومسيحي وإذا بدكم مسلسل مميز وبيستحق المشاهده وبيضحك عن الحب من دين مختلف هاي تفضلوا عندكم مسلسل الغريب حتى مسلسل الغريب الطاقم كله أتذكر كانوا ممتازين بأدائهم يعني للاسف مسلسل واحد منا ما عجبني مسلسل القضاء يعني واو هذا العمل جذبني فيه انه اغلب التفاصيل المكتوبة بالمسلسل كانت بشكل ممتاز بوتيرة بتبين كيف المحاميين بيبدأوا يومهم في يوم مليان جرائم وصعوبة موقفهم من تحقيق العدالة بسبب الصلات العائلية لندخل بعدها بدوامة من الغموض والتساؤلات لكن يا جماعة بينار دينيز خطيرة ايش الاداء الخرافي هاد ولاحظت كمان انه الكاتبة ركزت على انه تكون شخصيات المحاميين اقوياء جدا وهم هيك كانوا بالمسلسل لانه هذا هو الواقع شخصيات المحاميين اقوياء جدا وعندهم الحضور المميز والحلقة الاولى كان فيها حوارات معبرة والاهم كمان انه الحوارات كان فيها الغموض والاسرار وهذا النوع من الحوارات يعتبر جزء مهم جدا بالنسبة لقصة المسلسل وبكمل مع الممثلين اداء كان طبعا ممتاز ومقنع جدا لكن الموسيقى التصويريه هي فيها من الابداع ما بنكر هذا الشيء لكن لو ترجعوا الالحان مسلسل اللهيب وبابل والشاحنه الحمراء فيها من التشابه مع الحان مسلسل القضاء مع التعديل او اضافه بعض الصوتيات عليها عشان هيك يفضل انه شركات الانتاج تغير بين فترات الملحنين عشان يكون في تنويع اكثر بألحان مسلسلاتهم مو كل الالحان تكون على مسؤوليه موسيقار واحد ولا النتيجه رح تكون الحان متشابهه اما الاخراج حلو ومناسب جدا للمسلسل وبالنسبة لمسلسل كل ما يخص الزواج قصة ومميزة، أبطال ومبدعين، واجتماع كل الطاقم في هذا المسلسل كان ممتاز وتوفقوا باختيارهم، كلهم أدائهم ولا غلطة وكمان في هذا المسلسل ركزوا على إنه تكون شخصيات المحاميات قويات جدا، الموسيقى التصويرية إبداع وبتوحي لأجواء المنافسة وهو أساسا موضوع المسلسل وبالأخص موسيقى شاره البدايه والاخراج في كميه تدقيق عاليه على ان تكون الصوره الاخراجيه مع سياق الحوار بشكل يعكس قوه المراه في مجال عملها وهذا الشيء مو غريب على المخرج المبدع يوسف بير حسن ومن المواضيع اللي ركزوا عليها بالحلقه الاولى وعجبتني جدا انه مثلا لما بتكتر اكاذيب واعذار الشخص رح تلاحظ انه ما في اي توافق بين كل كذبه والثانيه وهذا بيكون اكبر دليل على انه الشخص اللي قدامك هو مو صادق معك لكن في شيء واحد ما عجبني بالحلقه الاولى وهو المبالغه الدراميه اللي زادت عن حدها في مشهد المطر قدام الشركة حسيت مشهد كله على بعضه مو ظابط لكن بشكل عام مسلسل لا يفوت مسلسل حكاية المدينة البعيدة للأسف الكاتب معرف يوازن بين الأحداث الاجتماعية وحدث الشخص الهارب وأنا متأكد لو هذا المسلسل كان مكتوب بشكل ابتكاري أكثر كان رح يطلع أفضل بمراحل من المستوى اللي هو عليه وحتى على مستوى الدراما الاجتماعية بالمسلسل كلها كانت تجميع وتكرار وبنفس الأحداث من المسلسلات القديمة وكمان بداية المسلسل وقت ما كانت أوماي بتشرح عن شخصيتها حسيت انها مبالغة خيالية واللي خلاني اقول هيك ان الكاتب استنبط نفس النصوص من المسلسل الخيالي عطايا الا ان الشيء الوحيد اللي عجبني بكل الحلقة الاولى كيف الهارب رد الجميل لأوماي لكن بالنهاية خسارة لأنه كتير من العناصر الثانية في المسلسل كانت ضحية السيناريو لأنه من أهم أساسيات العمل هو السيناريو أنه يكون محبوك بشكل يجذب المشاهد ويخليه يستمتع إلا أن الحال في هذا المسلسل ما كان بشكل ممتاز من جميع أحداث المسلسل وأبطال المسلسل بيستحقوا أنهم يكونوا بأعمال أفضل والموسيقى التصويرية خسارة أنها راحت على الفاضي في هذا المسلسل لو والالحان كانت في مسلسل تاني كان رح يكون افضل لانه عن جد الحان المسلسل ممتازه والدور بيجي هلا مع مسلسل بربروس مسلسل بيبهر العين بدأوا بوتيرة احداث بتخلي المشاهد يركز معهم تماما عشان يعرف المغزى من وراء المشاهد اللي بدأوا فيها ومن الحلقة الاولى الطاقم قدموا شغل خيالي ابداعي ولا كأنه عم شوف فيلم ضخم جدا ولا بالحقيقة هو مسلسل لسه باول مشواره يعني ايش ممكن نشوف بعدين فمثلا تنفيذ مشاهد هذه المواجهة صعبة جدا ومن جميع النواحي في المسلسل كانت بمستوى عالي جدا الصراحة ابدعوا وطبعا كمان نجوم المسلسل اضافوا قيمة كبيرة للعمل بادائهم الاحترافي وبرأيي كل ما يكون المسلسل ضخم وهائل جدا هاد كل ما بيزيد من فرص العيوب اللي ممكن نلاحظها بالمسلسل وهذا الشيء عادي لانه بالنهاية المسلسل من صنع الانسان والانسان الا ما يخطئ والعيب هو هو في المشاهد المركبة وهم على السفن وبدهم يفهمونا انه هو فعلا على السفينة محاكاة للواقع في بعض المشاهد، لكن هل من الممكن انه واحد يكون بنص البحر وما يكون فيه ولا شوية رياح تخلي ملابسه ترفرف نتيجة الرياح؟ لا بالمسلسل ملابسه ثابتة ولا كأنه قاعد بغرفة ما فيها حتى ولا شباك، فبيكونوا نسيوا هذا التفصيل على انهم يجيبوا مروحة هوائية خفيفة عشان يزيد من من واقعيه المشهد لكن بشكل عام المؤثرات البصريه والسمعيه في المسلسل مستواها عالي ومع مسلسل اراضي بلا قوانين وبكل اختصار ووضوح. القيمه الانتاجيه اللي انصرفت على المسلسل رفعت من مستوى العمل وغطت على الاحداث المالوفه والمكرره زي الانتقام وقصه الحب المستحيله من بعد العداوه الكبيره وقصه الظلم والقهر لاهل الفقر في الوقت اللي بيكونوا فيه اهل الثراء في قمه السعاده. مع التوضيح انه القيمه الانتاجيه في اراضي بلا قوانين برايي ما كانت اي كلام فاضي انه يعني يلا بدنا نرمي اي فلوس بس عشان ننتج مسلسل ضخم زي اللي عملوه اول في مسلسل وعد شرف اللي كان بقيمة انتاجية ضخمة وعلى الفاضي لكن في اراضي بلا قوانين على العكس لاحظت انهم كانوا حريصين على كل التفاصيل لنعيش فعلا باجواء الثلاثينيات واللي اضافت رونق مميز جدا لمسار سيناريو الاحداث وبالنسبة للممثلة اسراء عن نفسي كانت ممتازة جدا بشخصية جولفام قدرت تقدم شخصية بتركيبة مميزة بتجمع بين شخصية الروح المرحة والقوية والحنونة وحلو جدا انه نشوف الممثل نجيب ميملي بدور مختلف كليا عن مسلسل الحفره وطبعا هو ممثل مبدع بس مع اول دوره لهالدرجه ضعيف بس نسونجي اذا شخصيه ياوز كان مفيد ونشط اكثر في احداث الحلقه الاولى ممكن بعدين دوره يصير اقوى لكن كحلقه اولى انظلم بقله المشاهد وطبعا كمان اداء الممثل اورغونيش ممتاز اما عن الاخراج كان مناسب جدا ومحاكي لاجواء الثلاثينيات لكن ممكن البعض ما يحبوا الزوم المفاجئ في بعض المشاهد وانا احيانا ما بفضلها لكن المخرج عمدا عملها محاكاة للزمن الماضي وبالنهاية افضل المسلسلات بالنسبة لي من بين كل هدول هم القضاء وكل ما يخص الزواج والكاذب وبربروس ولا تنسوا تشاركوني رأيكم بأكثر المسلسلات اللي عجبتكم